العتب عليك كثير فعشان كذا طلعت معك يعني. ما العتب مردود. خير يا أبو حمدان خير. الله يسلمك. يعني أنه كثير من جماهير الاتحادية زعلانة عليك في تقطيع البيان حق نادي الاتحاد، فيعني حبيت أتداخل معك بالخصوص هذا يعني. والله يا أبو حمدان شوف، أول شيء البيان طال عمرك ما كان بيان لنادي الاتحاد، كان بيان صادر من العلاقات العامة، وكان في معلومة يعني تكذب البرنامج والمعلومة مو حقيقية، ووكيل اللاعب أو الجهة اللي كان قضية راشد الرهيب كان البيان واضح، هو المتعاقد مع عبد الله حمدان هو اللي يملك البطاقة وتداخل معنا واتهمونا ان احنا طلعنا شخص مو حقيقي. بس بيني وبينك اسلم راسك، لا يعني انا تجربتي مع الاتحاد مو توني اعرف الاتحاد، كل انجازات الاتحاد اعتقد ما شافوها جيل الاتحاد الا مع وليد الفراج من ايام الاي ار تي. يسلم راسك، اذا تبون اعتذار انا اسف اعتذر عن هذا البيان. تشتامر بعد هذا؟ هذا مطي بصلك. الله يسلمك. يعني الاتحاد مو شويه عندي عموما. الله